طبعا انتوا يا عيني ولا استمتعتوا باجازة عيد ولا اي حاجه، وحاطين دماغكم في الكتب عمالين تضحوا عشان الامتحانات قربت، وحاسين بالملل وانا حاسس بيه. عشان كده النهارده جايب لك موقع هتفرفشك كالعاده. يعني هنخش النهارده في عالم الانترنت والديب ويب، وهجيب لكم موقع عمرك ما سمعت عنها في حياتك، اللي هيكتشف عمرك واللي هيخليك تخترع حاجات غريبه عمرك ما اكتشفتها في حياتك قبل كده ولا تخيلتها، واللي هيخليك تمثل بلدك عن طريق قطه. بالظبط كده زي ما انت ما سمعت. قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك وتفعل شبكه الجرس، ويلا بينا نتهكر سوا، يلا بينا. طيب اول موقع معانا اسمه ويب كام ايج، وده عباره عن ايه بقى؟ عارف انت مثلا لما يبقى عندك 20 سنه ولا صغير يعني زي كده، بس تبان في الكاميرا كبير في السن 30 40 سنه مثلا. اهو الموقع ده بقى بتفتح له الكاميرا كده هو يشوف وشك سنك قد وشك ولا لا، يعني هنشوف يعني ربنا يستر بقى ان شاء الله ينزلني اقل يعني. طيب اول نخش على الموقع ده بيقول لك ايه، اختار العمر بتاعك، فاحنا نكتب عمرنا ماشي 28 مش مشكله مش مشكله، وبيقول لك شغل الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبص بقى عشان ايوه الكاميرا ماشي صح. قوي ايه ده، انا وشي اكبر 12 سنه فاهم في الكاميرا. ايه ده، ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده نجرب تاني عشان اكيد 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 بيكذب يعني، اكيد بايظ. مره كمان يا جو، اهو اهو اتك الكاميرا عشان ودني مضايقاك يعني، اهو اضحك. ايه ده مش شغال اصلا، ده مغز تمام. شفتوا الكاميرا الله العظيم، السماعات كانت عامله 4 سنين فرق. طب الحمد لله. مره كمان اشيلك الكاب، بص مش هنضحك عشان ما يبانش مثلا في تجاعيد ولا اي حاجه من الحاجات دي. طب 1 2 هوب، والله العظيم الدنيا لفتت كده كمان هيفهمها بقى اقل تقريبا. ماشي الحمد لله، 7 سنين مش هتفرق مش هتفرق، انا 28 27 يلا احسبوها انتم عشان مش هحسبها اصلا. فالموقع دوت بقى ايه، يكسفك يا يبقى يظبط معاك. بص حاول فيه مرتين تلاته كده وان شاء الله يظبط معاك يعني. نخش على الويب سايت التاني. طيب تاني موقع عندنا، سيبكم بس من وش ينور عشان بس الخلفيه بتاعت الويب سايت ده بيضه. الموقع ده اسمه انفينيتي كرافت، اعتقد شفتوه كتير او لا تقريبا فاهم، يمكن انا اول مره اوريه لكم. عباره انه بيجيب لك اليمنتس، يعني اليمنتس يعني مثلا يجيب لك ميه هواء، فانت تحط الحاجات على بعض فيطلع لك حاجه فاهمين. يعني احنا ممكن نخترع اندومي مثلا، ممكن نخترع كوبايه، ممكن نخترع فاهم شهر رمضان، حرفيا تجيب حاجه على حاجه على حاجه على حاجه لحد ما وصلنا للحاجه فاهمين. هنخش نشوف عندنا ميه، جبنا ميه، نجيب مثلا نار، نار وميه يعملوا ايه؟ فس تقريبا. لا هيعملوا دخان اللي هو فس، انتوا فاهمين يعني فاهم، بخار عمل ستيم. نجيب البخار ده نحطه مثلا على نار تاني، نار تاني اه صح، بخار ونار عملوا انجن، عملوا محرك حلوه صح صح. نحط ايه بقى، ايه نحط هواء على الانجن، ممكن يعمل لنا طياره، لا عمل لنا طاحونه ماشي حلو. ايه عمال اخبط على فكره. نحط مثلا على الوين ميل دي نحط مثلا نار، عمل لنا طاقه حلو، من الطاقه دي نحط انجن، عمل لنا عربيه، اخترعنا عربيه. شفتوا شفتوا جبناها من ايه، من الميه والنار طلعنا عربيه والله العظيم. ممكن لو جبنا مثلا كار وكهرباء، ممكن الكتريك كار، لا ريس كار، انتوا فاهمين فاهمين. احنا ممكن نخترع حرفيا اي حاجه، تاني نخترع مثلا ايه كوبايه، تاني نخترع كوبايه بس هغشها الصراحه. بيقول لك يا سيدي عشان نخترع الكوبايه لازم نحط ميه على نار تمام، عمل لنا الستيم اللي هو انتوا فاهمين وفاهم بخار الميه مثلا. بعد كده هنجيب ميه ونحط عليها رياح، عمل لنا ويف ركبتها بالكوبايه ما اعرفش، بس هنوصل ان شاء الله. بيقول لك بعد كده هنجيب ميه ونحط عليها ارض، عمل لنا بلاند اللي هو زرعه حلو قوي، زرعه دي الشاي يعني تقريبا ما علينا ماشي. بيقول لك بعد كده نجيب الاس دوت نحطها على الويف، عمل لنا ايه رمله حلو. اعتقد احنا دلوقتي ايه بدانا نعمل الكوبايه الرخامه بتاعت الكوبايه تقريبا ما علينا يعني. بعد كده ناخد الستيم دي نحطها على بلاند، عمل لنا كوبايه شاي والله ما اعرف ازاي بس عملت يعني. بعد كده لو حطينا نار على الرمله نعملها على علة والله العظيم هيجيب لنا ازاز وشاي، هيعمل لنا ايه كوبايه. شكرا شكرا، هبهركم هبهركم والله العظيم. تلات ماشي، تاني نعمل حاجه ثانيه مثلا، نعمل شهر رمضان. طب اختار اي حاجه حرفيا في دماغك بس نغشها برضه عشان الناس مش فاضيه. بيقول لك هات الويند الرياح مع الارض هيعمل لنا غبار، بعد كده تحط الارض على الغبار تاني هيعمل لنا كوكب حلو، بعد كده نحط غبار على غبار هيعمل لنا رمله، ولو حطينا الارض على البلانيت هيعمل لنا مون القمر قرب ده من رمضان حلو ده، ولو حطينا الارض على الرمله صح يا باشا، اه الرمله ده يعمل ايه ده، عامل لنا ديزرت ماشي، عامل لنا تمام مش دي انا بوظت حاجه ما علينا
عملنا يعني عمل لنا صحرة مش مشكلة. بس احنا اصلا كنا المفروض نحط النار على السند فيعمل لنا جليز. مش عارف ده يعمل ايه والله العظيم يعمل ايه ده قمر الدين ده ولا ايه مش عارف. ماشي بعد كده بقول لك نحط الرملة على الجليز الرملة تاني حطها على الجليز عمل لنا هور جليز عمل لنا فاهم اللي هي الساعه الرمليه يعني تمام حلو. بعد كده لو حطينا النار عليها بدات فعلا بدانا نوصل شهر رمضان في وقت اهو. بيقول لك لو حطينا بقى المون دوت على الطيم هيعملنا شهر وشهر لو حطيناه على الصحراء هيعملنا رمضان. انا مش فاهم ازاي بس قشطه يعني بصوا خشوا اهبدوا انتوا في الموقع دوت اختاروا حاجات من دماغكم بقى ومش عارف ايه نخش على الموقع اللي بعديه عشان هنتهبل والله العظيم. الموقع اللي بعديه لو انتوا فاكرينه عملنا عليه قبل كده فيديو زمان قوي والقطه دي فاهم كنا بنوزع عليها كده تعمل تبقلي كده تمام. والمفروض ان في رانك عالمي يعني احنا فاهم احنا تمام الرانك الكام مصر كام احنا 16 تمام. الفكره بقى ان في لعبه ثانيه الناس دي عملتها بلد برانكات وفي فاهم خناقه فاهم دوليه ومش عارف ايه عشان نكسب معرفش والله العظيم تفاهه اقسم بالله. ودي القطه دي اسمها ماكسويل كات انا مديني اسم لوكو عالم مصر يا عم الحاج والمفروض ان احنا دلوقتي مع القطط دي بنتصارع تقريبا. ايه ده في حد في مصر تاني استنى في حد في مصر اهو ولا انت مصري والله العظيم. ماشي في ليدر بورد يا جماعه طبعا احنا دلوقتي جايبين سكور 4980 فاشلين ماشي. المفروض ان انت تروح تاكل الفار ده كده جبت بوينت والله فاهم. بعد كده تروح على الفار التاني كده اهو جبت بوينت تاني لبلدك تمام. فار بص شكله اقسم بالله يعني يصعب عليك اقسم بالله مش فاهم. بعد كده تستنى انت الفار التاني يظهر تمام والفار مش يظهر ليه استنى ظهر اهو والفار تاني بعد كده يظهر بنجري عليه فاهم. واحد دوت ده من اليابان ده ما علينا الصين اليابان ايه الصين اكيد طبعا انا عارف ليه حاسس مش الصين ماشي. وادي كمان اهو جبت نقطه لمصر والله جبت لها النقطه فعلا والله العظيم. انت متخيل ان دي فاهم ما اعرفش خش كده عليه ده البورد فاهم. طبعا امريكا الاولانيه ما لناش دعوه بيهم احنا الكام بقى احنا ما جيناش. ايه ده احنا 36 والله حلو الحمد لله شغالين الله اكبر ماشي حلو ماشي. السعوديه عندنا 27 الامارات عندنا 26 في تقدم دول عربيه يعني. فانت خش لو عايز تهبد وتساعد بلدك والله العظيم حاسس ان انا تافه قوي. بص هو الموقع تافه بس تحس ان انت لازم تعمل حاجه يعني مش عارف. والمفروض ان هي الصبح على فكره بيبقى فيها ناس كتير عشان دلوقتي بسجل متاخر قوي ففي تاني بس انما صبح بيبقى مثلا في 30 40 50 واحد بيجروا ورا بعض هنا. المهم خشوا اهبدوا هنخش الموقع اللي بعديه احنا بقى. طيب ورابع موقع معانا اسمه رايز اب سنة ايه رايز ذا فوليوم اند انجوي. علي الصوت فاهم واستمتع. هي فيها هبدة صدفة بس هنخش نجرب يعني. بسم الله الرحيم ستارت. ايه ده كليك اند دراج اور بريس تعالى. ايه ده انا بحرك الماوس انا فاهم. استنى بس ده الشعب عباره عن مربعات كل مربع يعمل صوت. هذا فين اقسم بالله حبيد والله. ده ممكن تظهر كمان. طيب اشيلي شكرا ده يا جماعه الموقع هروح اخش فيديو فيه. انا مجمع لكم شويه مواقع نخش على الموقع اللي بعديه وده موقعين كده. الموقع اللي بعديه بقى الترول والله العظيم عجبني جدا قوي بقى. عارف انت لما مثلا انا بعمل فيديو مثلا ومنزل لعبه فالناس تقول لي مثلا ايه انزل اللعبه دي منين مثلا او مثلا ايه حد بيسال سؤال اللي هو سهل جدا ممكن يكتبه في جوجل فيطلع له الاجابه اهو الموقع دوت بيحل لك المشاكل. لو حد طلب منك مثلا ازاي تشتري مثلا لعبه من ستيم مش او تداونلود مثلا ستيم عليه لعب يا عم داونلود روبلو ازاي تلعب روبلو وانت بدل ما تقول له خش فاهم دور في جوجل خش على الموقع دوت اسمه ايه ليت مي جوجل ذات فور يو بتكتب له هنا ايه مثلا هاو تو بلاي روبلوكس ده السؤال اللي هو بيساله فاهم. فانت بتعمله كده وتدوس هنا جوجل سيرش تمام هيطلع لك لينك اديله اللينك ده بقى هنجربه احنا. بص لو دخلنا على اللينك بصوا بيعمل لك انيميشن وهو بيدور لك بنفسه في جوجل فاهم يعني عم خلي عندك دم فاهم خش تعمل فاهم وهيدوس لك سيرش فاهم ويجيب لك كل حاجه هاو تو بلاي فاهم روبلوكس لو عارف انت روح دور في جوجل انت بتدي له لينك هو بيدور له في جوجل وبانيميشن وبحركات عشان انا هنا بقى عشان تقول لي مثلا الموقع ده نجيبه ازاي فاهم هتكتب الموقع دوت والله العظيم الموقع بيقول لك عليه خش اكتبه انا خلصت. نخش على اخر موقع معانا عشان اتخرقت. اخر موقع معانا اسمه تايب ريسر ودي صراحه حلوه دي سباق كده
بيحصل ما بين الناس على اكتر واحد سريع في الكتابه على الكيبورد طبعا مش على الموبايل. تعال نخش تيست نفسنا. انت بتدوس ان هو انتر ويبقى في ناس معاك من المفروض ايوه هيخشوا ناس معاك اهو المفروض هنكتب الجمله دي بسرعه او ايوه هيبدا 3 2 1 يلا لانجويج از ذا وانا بكتب ولا ايه ايوه استنى ذا ما بيكتبش لا يا نهار اسود لازم اكتب ال كابيتال نضيعنا لانجويج از ذا فاونديشن اوف سيفيلايزيشن انا وحش قوي نقطه بيس يا عم قاليش يا عم ان انا المفروض اعمل حروف كابيتال وسمول انا هطلع على الاخير شات ان ايوه اوه انا كام مش عارف التالت والله العظيم عملت كامباك عملت كامباك رهيب اقسم بالله كنت الاخير ومش عارف اعمل ايه الحمد لله الحمد لله ايزي بص دلوقتي كام 33 كلمه برمينت الدقيقه الاول صح ماشي الاقيش عندك عربي في عربي اقسم بالله يا نهار اسود يلا 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 خش وقال فيلسوف ايه ده استنى صعبه دي انت تخش طيب ولا ايه ما تخش ناس بتدور اذا في ناس بتدور على عربي والله ماشي في ناس اهو يلا يا جماعه عشان هنبدا هنسوي 3 بس احنا 3 بس يلا يلا 1 2 3 ايه ده واو اهي استنى عامل بالعربي زي المغزى استنى اهو قال فيلسوف نقطتين فوق بعض الع... ايه 3 ايوه عبرك يعني انا حاسس ان في شتيمه اعمل بتاع دي منين اعمل الكوبا دي منين يا ينفعش اخدها بالكوبي ما ينفعش اخدها بالكوبي والله ما عارف اعملها ازاي مش فاكر ما اعرفش يا جدعان يخرب بيوتكم يا نهار اسود ما مش عارف يا اختي هنرجع انجليزي بكرامتنا عشان نبقى فاهمين ماشي وطبعا ممكن تعمل فاهم تكريت جيم وتبعت اللينك ده لاصحابك انتوا بس تخشوا فاهم تجربوا يعني الموقع دوت وشوفوا بعض يعني مره كمان كلمه كبيره قوي بس هنخلصها بص يا جماعه بصوا تركيز اوفر بقى يلا يلا استنى بكتب العربي ايوه ماشي ويز يور ايوه داش بيك ويز انتجريتي نقطه سي ايوه ود 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 ما يكسبني ود كسب يا جدع اوي يا عم انت طب لك ايه الواد هاك نطلع التاني طيب على الاقل نطلع التاني ايوه الحمد لله الحمد لله ايه الواد ده 79 كلمه في 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 الدقيقه ليه يا عم ليه والله ال 51 الحمد لله عملت والله زي انا دخت والله العظيم بس الحمد لله كفايه لحد كده كفايه مش هنكمل بقى عشان هم تمام كده مع نفسهم بقى يلا ماشي مش مشكله بس ده الموقع خش اعمل فيه انت واصحابك وبس كده ده كمان النهارده ودول كانوا مواقع النهارده يا رب كل الموقع عجبتكم فاهم فاهم ما تنقطوش منها بس الموقع والله العظيم لذيذه يعني فاهم في وقت الايه امتحانك كده او فاهم بتذاكر مش عارف ايه تخش على الموقع تنجز بسرعه فاهم حاجه بسرعه كده يتفرفشك من الاخر يعني المهم اتمنى الفيديو يعجبكم لو عجبك الفيديو تعمل لايك شير شير الجرس لو عايزين موقع من دي كتير زي ما بقول كل مره فبعمل في الاخر برضه بس اعمل اللي وصل الفيديو ايه ل 5000 لايك انزل اعمل لايك وبس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي استنى خد ارجع فاهم ايه بس تابعني على السوشيال ميديا كلهم انستجرام تويتر كلهم هم وبس اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله جود باي ايه ده في واد بات مننا ولا